سابقا يعني خاصه بهذه المدينه وهذا بحداته بالنسبه لنا انجاز، لانه هذا هو المفهوم ديال الصناعه الثقافيه، انه المجال الترفيهي الشعبي يرتبط بالمجال الاقتصادي، لان عبر هذا المهرجان انتم كتشوفوا الثوره كلها عامره، لي زوتيل كلهم عامرين، لي ريستورون كلهم عامرين، وهذا بحداته ايجابي جدا بالنسبه للمجال الاجتماعي والاقتصادي. بغيت نقول فقط الله يعطي الصحيحه لهذا يعني القناوه كلهم واحد بواحد. وبغيت نذكر انا قبل انا جاي في الطريق وفكرتني نيلا، قالت لي راه خصنا نفكروا في التغطيه الصحيه ديال القناوه. بغيت غير نذكر بان المشروع الملكي والرؤيه ديال سيدنا الله ينصرو خلات ان جميع الفنانات والفنانين عبر ديك الكارت دارتيس عندهم تغطيه صحيه. اليوم فقط خص التعبئه، ونستغل هذه الفرصه بالطبع باش نطلب من الاخوه المنظمين المهرجان باش يتكلموا مع جميع هذه الثقوب ديال القناوه، باش يذكرهم بانهم اليوم بهذه الرؤيه الملكيه الساميه، اليوم الحمد لله كلهم عندهم تغطيه صحيه، وخصنا نوقفوا على هذا المجال كذلك باش يزيدوا نقويوا المجال ديال القناوه هنا في مدينه الصغرى. اذا شكرا لكم وبون سواغي وتبارك الله عليكم. ميرسي مسيو لو مينيستر. اذا على بركه الله. شوف دابا تاو عطيني هنايا، شوف دابا تاو.